إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أعاذني الله منها وإياكم. وحين إن شاء الله سيودينا دروستين بشهر رمضان، وحين كسو قد جري فتاويه بشهر رمضان، وحين ما انتبرينا درسي طبنات سؤاشا سواء عرورتي وحوية هدي وكو قصبو نينكو حاس كيس بالرمضان، يعني بالرمضان يعني يدو او صومن اني افرته نحن كده نغنيه مالين رمضان اي نيكي حاسك قبي وحو دمعي كبردي انو حلو داقو و اي مركا افرته ارنت هاسي محاين نغنيسا يدي نوي صومنت مسألة داس ولا بمسألة هرنا وينو غسو جوابني كبردو نينكي هدي مضاوع على سميسو ويدو صومن اي كو اقلاتو يدو لفت دميشو بحقو جران لابدو ديبا ذنبي كبيرة وان عردار لهين اي كدعين، لأن لابد هدي لابد بقى عذر دار هيستان أو أما يبوكان أما سفر كوتشيران وعادي أو رجي دمر كده من تدينا مركا وهو حلال جماعنا وهو حلال، أما بالرمضان أو أنا وح عذر دار هيستان ما سفر كوتشيران ما حنون صنيان دبعت كلام ما شرته حويان هدي أي كأو قلعتي سو رأي جبها سو كذي لابد بقى ذنب كبيرة بيكون عيان واني توبت كينيان سون تمالين تاسنا ويسو علنيان كفارة أدقنا والاق ربا واهين يقور حريان اما ان اي لابا بلود او استبس عطاسوامان هدي اوودي كريوان اني لحنا مسكين قوضيا قفو لبا هدي يدو اني كلتشرين ايساق وقصبو او كاوود بدن يهي ان ودي حبنا دا تران كنا اي استابتان حوين مركز يدو حدين بيكم عليه ما لينو بيقضينا سا ويسون توي كبروا سا جماعة أما قصب هالنقطة أما ها أقولاته مردي لبده حنود تارنكو أما لبده ختان هدي استابتان لبده ميلود يدك اللي جوده هدي استابتان حوين ويسوع لنا سا ما لين تاس لكن يدا وح كفارة الرقم له دم بكبيرة أنا كم يدعين لكن سا دم بكبيرة كل عاي سا كفارة دي الجربة يدنا وحدين بيو مسألة دا وصو ينمو جرتر لان رسول كوحي صلى الله عليه وسلم رفع عنمتي الخضأ ومضي دا وحا لغا كوريا ليد جفك قفك وحي جف وقدعا إساقو مخدي كوا يعني خادي كوا هين معناها إساقو آن يعني اسمو تسينا يبو الدين بكدعا وانا خضأ يعني وكو جفي ومارتي مثلا يعني خضأ وحكي لا وحكو مارتي وحكوي ما دا وحي هذا وانا دو تلقل مارك رفع عنمتي الخضأ أنت وكلا تسكع أنت ما نو يسوي رأس أنت دي برو ميسوا خضع رفع نوم أنت الخضع والنسيان أي الله مدا نك هي حاس كيف يسوي تجي مدنا اسمها لها سون توي كابرو يسا واني اللي سين ينو يعني خضع وهي مارتريتا سوقدا حبل الجمال أرنتن محن كل هذا أنت دي بيس اللاوي حبل الجمال وحا هذه الشرشرة عادو لح على حساب تنتا قفك عمدية ارنتي حصوصا بريري اللي معايا لذلك قفك الدمر يلا قصبي رسولك وحوله مضي دو حوكا كوري اللي دم بيقى قفك خضع وقدع يعني سوغين نسيان قفك وقدع يسلوسن يوم استكروا عليه كو اللي قصبه قفك هذه اللي قصبه ومستكره ياي حبال لقوم عليه حديث كان امام الطبراني ايام معجم كيسا كوري دار قدن حاكم ابن حبان
محل الرضا الشيخ الله يرحمه محل الرضا ذهبي حاكم وحوين تسعيسه وكوافقي حديث كان سنة كيسو وناكسن يهي مركب وحا لغا ربا ننكنا دو قبر دي قصبي انو محان كورا دا توبت ودقدقو يدو مركب وحدين بي كومون دعين لكن ما دام اللواد ختانا استابتان مالين ومبا لغا ربا اني سونتي سو اللي سو او سونتي ويكبرتي والله أعلم. سؤال شكله وحويان ان قبر دي او صومن ايا ننكي دو بهلو marka soonta ay sooman tahay ninkeedina wuu u baahdo soontaasi waxay noqon kartaa ama soon sunno ah ama soon qada ah ama soon nadar ah ama soon kafaara ah sida yeelaysaa ninkeeda ma ninkeedii bay raali gelinaysaa mise soonti bay sii wadanaysaa masaa'ilka waxaan u kala qaadaynaa dhowr masalo odaygii hadduu xaaskii u baahan yahay xaaskiina sooman tahay soontaasi hadday soon sunno ah tahay marka horeba gabadha waxaa ka xaaraana soon sunno ah iyada oo ninkeeda ka idan qaadan inay soonto leanna hadduu xaaskiisi u baahdo xaqiisu waa waajib soonta sunnihina waa sunni sunne iyo waajibna kee horeeya waajibka horeeya cibaadada marka ninkeedii u baahan iyo ajarka ilaahay ay ka helayso ayaa ka weyn ajarka ay ka helaysa soonta sunnada ah marka iyana waxa u fiican ninkeeda inay aqbasho ninkeedina dee waajibkii uu ku lahaa ayuu rabaa inuu ka guto lidaalika hadday soonto sunno tahay lama ogolaba gabadhu ama qofka dumari inay soonto iyada oo ninkeedii aanu la ogolaalin axaadiis ee xabaana ku soo arortay rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam looma ogola haweeneyda muslimka ahi inay soonto looma ogola iyada oo zawjkeedii uu shaahid yahay oo uu xaadir yahay laa tasumu lmar'a wabacluhaa shaahidun ilaa biidnih lama ogolaa qofkii dumarahayd inay soonto soon sunnaha soonto iyadoo ninkeedii uu yahay goobjoog guriga la joogo ilaa biidnih sa idan maaratay u ogolaada mooyaane xadiiska bukhaari iyo muslim baa wariyey marka ahlu cilmigu waxay leeyihiin sida imaam nawowi iyo a'imadu ay keeneen iyada qofkii dumar ahayd ee soonta sunnadaa soomaysay ninkeeda idankeeda la-aanteed maba ku soomi kartaba leanna waajibka ay isaga la gudanayso ayaa xagga ajarka ka weyn raggii dumarkii isu tagaan oo dadkii isxaqabay xalaal isugu tagaan dee ajar weyn baa ku jira saxaabadu rasuulku wuxuu uhi maratay waa fii budci axadikum midkiin marka uu ehelkiisa la ciyaaro uu xalaashii ka guto ajar buu helaya marka saxaabadu yaa rasuullah ayaati axadunaa shahwatahu midkayama shahwadiisii iyo maxaan ku dhe inuu iska dhidiyo isagu danihiisa qabsado miyuu ajar ku helaya qaal rasuulku meel kale wax ka weydiiyey sal slam qiyaas buu sameeyey wuxuu yihi ara'ayta la wadacahaa fi lxaraam acalayhi wizr hadduu xaaraan naagu tegi lahaa dembi ma loo qori lahaa qaaluu nacam ya rasuullah waxay dhahdeen marka rasuulku wuxuu ku yidhi sida dembiga loogu qorayo haddii uu meel khaldan la aado ayaa haddii uu meel saxa la aado shahwadiisiina waxaa loogu qorayaa ajar ayaa loo qoraya marka diinteennu waa diin ogol kalgacalka iyo isu soo dhawaanshaha iyo khayrka iyo zawjka iyo mucaasharada ilaa la yidhi xataa ninku maxaan ku dhahdaa sadaqadii waxaa ka mid ah sadaqada ugu fiican waxaa ka mid ah inuu ninku cunto inta soo qaado xaaskiisa afka u geliyo waxwey maaratay waxay ka mid tahay sadaqooyinka maaratay ugu qiimaha badan leh maaratay maa yajcalu axadiku maaratay fi mira'atihi wuxuu afkiisa yacni xaaskiisa geliyo ayaa ka mid ah sadaqooyinka masaladaas waa masalada masalada labaad arinta ah qofkii dumar hadday soomayso ninkeedii miyay weydiisanaysaa mise iska soomaysaa waxa weeyaan soon baa qofkii dumar haa lagu leeyahy soontaasi waa soon markay xaydka ay qabtay ama ay nifaaska qabtay ama ay xanuunsanaysay ama ay musaafirka ahayd lagu lahaa inay soo celisaana for maaha inay dedejiso inay dedejiso qasab kuma aha soontaa inay dedejiso qasab kuma aha yacni waxay haysataa sanadan inay ku qadayso masalada noocaasna ilay ninka waajibkiisi waa deg deg soontaa ay qadlaynaysa soo celinaysaana maaratay waajibkaasi waajib deg dega maaha marka ma waajibka deg degaaye hadda taagan baa la fulinaya mise waxaa la fulinaya waajibka dib loo dhigi karo masaladaas waxa weyaan waajibka dib loo dhigi karo ayaa la fulinaya marka qofkii dumar ahayd ninkii qabay
ee soonta iyana lagu lahaa, soonteedina ay qalayn karto sanad dhan, ay sanad dhan qalayn karto. Ninkeedii hadduu u baahdo oo guriga la joogo, waana ka idin qaadatay, tirahda war soonti baan iska qalaynayaa, niyo maaragtay waxba dhibaato haygeysan. Hadduu ogolaado markaa soonteedi qadaa ahayd bilowdo, ila soontu maaha soon degdegi, isaga xaajadiis maxay u weydiinaysaa amarka, maaha inay addoon u tahay. Laakiin waxa weeye ninku inuu ninka yar xaasku in ay shahwadooda kala gutaan baa cibaado ah, inay soontii ilaahay dartii loo timaadaana waa cibaado, waa laba cibaado. Marka labada cibaado waxaa la eegayaa keebaa degdeg badan, keebaa degdeg badan. Marka salaadii casar waa laguuley, tii maqribna waa laguuley, teebaa horta joogtay marka ta casar baa joogtay, taa tuko, tii maqrib dee markay timaado ayaa la tukanaya. Saasoo kale soontan faralka ah ee qadaa ah ee gabadhan lagu leeyahay ee aan degdeg ahayn, iyo ninkeedii oo u baahan oo yacni waajibkiisii shahwa hayso oo laga yaaba inuu fitno ku dhaco, waxaa horeysa yacni xaqa ninkaa horeeya. Kadib marka waynay ka idan qaataa masaladana waxa weeyaan, gabadhii soontii qadaa ahayd ee aan degdeg ahayn inay ninkeedii weydiisto, tirahdo war waan soomayaaye niyow maaragtay aan kala nabad gallo, waa okay. Hadduu markay dhaa waa okay. Haddii kalena maaragtay dee xaajadiisii ha u guddo oo maalinta kale ee waqti kale maaragtay ay kaydan qaadan karto markaa ha soonto. Masalada saddexaad waxay tahay, soon baa ayaa lagu leeyahay gabadhii, soontaasina waa qad leh ama kafaaray ka timi ama nadar bay ka timi. Waxa weeyaan marka soontaasi ama sideeday u tahay degdeg inay u soonto ama waqtigeedii baa dhammaanaya, waa masalada saddexaad oo sidaybay degdeg u noqon kartaa. Tusaale ahaan, soontii kafaarada ahayd qofkii dumar ahayd jimaac bay samaysay, kafaara laga rabaa. Kafaarada maxaa ugu horrayn jirtay inay qof xorayso ama 2 bilood oo mutataabica soonto. Soontaasi ka dhalatay cudurdaar la-aanta, waxaa kale culimmadu ku dareen maalin buu qofkii maxaan ku dhahdaa soontii iska jabiyey biduuni cudur la-aan, cudurdaar la-aan. Taana waxay dhahdeen iyana waa fowr. Marka soonta waajibka kaaga yimi kafaarada, iyo soonta kaaga timi inaad maalin yacnihii dulmi iyo maxaan ku dhahdaa maaragtay diin la-aan aada xaaraan ku cuntay, soomamka noocaasa markay rabadaan dhammaato inaad guddaa iyagu waa degdeg la sugi maayo. Haddii aanad cudurdaar haysan, xanuun iyo wax lamid ah aanu jirin. Lidaalika soonta noocaasa qofkii dumar ahayd ninkeedii inay soonto miyay amar weydiisanaysaa? Maya amar weydiisan mayso. Sida aanay salaada faralkaa amar weydiisanaynin ama soonta bisha ramadaan aanay ninkeeda weydiisan, ila ramadaan hadday soo gasho ninkeeda odhan mayso war waan soomaya. Xataa hadduu dhaha soomin, waynu arki doonaa su-aal na weydiinayo way soomaysaa, u joojin mayso. Laanna markaa amarka ilaahigaee degdegaabaa ka horreeya ka ninka. Marka soontii degdeg ahayd ee kafaarada ka timi ama iyadu horeba ay u jabisay ee degdega looga rabay ee fowrka lagu gudaayey, ninkeeda iyada weydiin mayso. Waa masalada saddexaad. Masalada saddexaad weeye waaye. Masalada afraad, soontii iska dheerayd ee sanadka dhan ay qallayn lahayd ee ama xaydka kaga tagtay ama nifaas kaga tagtay ama ilmihii bay nuujinaysay ama uur bay lahayd ama safar bay ahayd ee loo ogolaa inay ilaa rabaanta kaluun aanay ka gaadhin, ayaa waxaa la soo gaadhay Shacbaan 5 cishaa ka harsan Shacbaan ama 10 cisho. Soontiina qofkii 10 cishaa lagu leeyay, waa inay 10 cisho Shacbaan ba markaa xidhiisaa soo ma, ilaa rabaantii kale ka gaadhisaaye. Soonta qadadeedu degdeg mu ahayn, laakiin maxaa degdeg ka dhigay? Soonta noocaasi waajibka ee qadaa lagu leeyahayna ninkeeda waxba weydiin mayso, ninkeedii waxba weydiin mayso. Waxa weeyaan isaguna maaragtay uma diidi karo, leanna sanadkii labaad baa la gaadhaya. Marka taasna waxa weeyaan waa masaladaas. Marka afartaa masalo waxaan umaleynayaa inay si aad iyo aad ah idinku caddahay. Culimmadu waxay yidhaahdeen soonta labaa loo qeybiyaa, soonta sunnada ah ninkeeda iyadoon ka idan qaadan soomi mayso, laana xaqiisa ka weyno waajib ah, taa waynu garanay. Soontii ay qallayn lahayd ee sanadka dhan loo ogolaa inay soo qaysana waxa weeyaan ee aan la qasbayna waxa weeyaan waa in ay weydiisaa ninkeeda, maxaa yeelay isagu waajibkiisii hadda uu taagan yahay. Waajibka soontuna waxa weeyaan waa ilaa xilli dambe laga rabaa. Marka taana waxa weeyaan masaladana waxaa laga rabaa inay ninkeeda ka amar qaato. Soonta waqtigeeda dhammaaday sida taa Shacbaan oo kale gelaysa kow,
iyo soonta kafaarada ah ee ahayd degdeg inay kafaaradii mathalan bishii Ramadaan bay maxaan ku dhahdaa ayay soontii qofkii dumar ahayd jebisay iyada oo aan cudurdaar haysan, ama soon kafaara ah oo maaratay ninkii bay maaratay lagu yeeshay oo inay 2 bilood soonto weeye. Soomaanka noocaas ee foorkee degdega ah ninkeedii weydiisan mayso. Marka masaladaasina maaratay sidaas baynu odhanaynaa, wallahu aclam. Masalada saddexaad aan doonayna inaan ka jawaabno waxay tahay meyd baa geeriyooday. Horena masaladaas kale waa lanoo weydiiyey, qof baa dhintay soon baa lagu leeyahay, maxaa laga yeelaya? Ma fidya laga bixinaya mise ehelkiisii baa ka soomaaya? Kaana tafsiil baynu gelinay oo masale weeye, qofka geeriyooday ee soonta lagu leeyahay haddii soonta lagaga yeeshay xanuunkaa uu dhintay oo aanu awoodi karin inuu weli soo celiyo, waxba laguma leh. Laa yukalif allahu nafsan ilaa wusaha fattaqu llaha ma stadactum, waayahay. Soonta lagu leeyahay waa soon ka horreysay soontan uu ku dhintay, oo isaga oo waqti haystay uu qallayn lahaabaanu qadayn, ehelkiisina way ogi. Rasuulku wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, man maata wa calayhi sawm, ninka geeriyooda iyada oo sawm lagu leeyahay saama canhu waliyu, weligiis ka soomaaya. Marka ninka sawmtaa lagu lahaa maradulmowdka aan lagaga lahayn ee marad kale oo uu ka soomi kari lahaa lagaga lahaa, isaga culimmadu labay u qaybiyeen. Qaar waxay leeyihiin haddii soontu nadar tahay ama kafaara tahay iyo wixii lamid ah, soontaas waxa weeyaan waxaa ka soomaya weligiisa. Haddiise soontaasi ay tahay soonta bisha Ramadaan, kafaara laga bixinaya. Madhabkaas waxaa ku tegey Imaamu Axmed iyo in badan oo ka mida culimmada xadiiska, laanna Ibnu Cabaas iyo aimada saxaabada qaar baa waxay ku fasireen rasuulka gabadh baa u timi, waxay tiri aabahay waxa weeyaan iyadoo soon lagu leeyahay ayuu geeriyooday, maxaa yeela rasuulku wuxuu yidhi haddii deyn lagu yeelan lahaa ma ka gudi lahayd? Haabay tiri, wuxuu yidhi deynta Ilaahay inaad guddo oo aad ka soonto baa ka xaq badan. Marka waxay leeyihiin gabartaasi aabaheeda ay sheegayso soonta lagu lahaa, riwaayadka qaar waxay caddeeyeen inay ahayd soon loo yaqaano nadar, inuu nadray inuu ku soomo, waayo tiri aabahay wuxuu ku nadray inuu intaas maalmood soomo. Marka taas in laga soomayo oo gabartii la yidhi aabaha ka soon layskuma haysto waana madhabka Imaam Axmed uu ku tegey iyo in badan oo aimada xadiis ka mid ah. Tii Ramadaanta marka Imaam Axmed muxuu leeyay kafaarun baa laga bixinaya ee weligii ka soomi maayo. Laakiin madhabka Shaaficiga oo aada mooddo anigu markaan adiladoo dhan akhriyey inuu masaladan ugu horeeyo waxa weeyaan haddii bil Ramadaan lagu leeyahay iyo haddii nadar lagu leeyahay iyo maxaan ku dhadaa wixii lamid ah, haddii soonta lagaga leeyahay qofka dhintay intaba waxaa ka soomaaya weligiisa. Xadiiskuna wax tafsiila ma gelin. Rasuulku wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, man maata wa calayhi siyaam, haddii nin dhinto ama qof dumar dhimato oo soon waajiba lagu leeyahay, soontaasina aanay ahayn bisha imaka uu dhintay mid lagu leeyahay xanuunka u dhintay ee soonka horreysa oo ay ahayd inuu qadleeyo ay tahay saama canhu waliyuhu, weligiisi baa ka soomaaya. Marka madhabka Shaaficiga waxa weeyaan haddii aabaha soon lagu lahaa ama hooyadaa lagu lahaa ama waalidkaa lagu lahaa ama ninkaagii lagu lahaa ama xaaskaagii lagu lahaa ay dhimatay iyadoon soontii gudin, soontaana waqti ay gudi lahayd ay noolayd, waxa weeyaan waa inaad ka soontaa. Masaladaasna sidaas baynu maratay raajixeeda odhanayna wallahu aclam. Masalada afraad waxa weeyaan faraqa u dhexeeya muxuu yahay fidyada iyo kafaarada, laan ayaamahan oo dhan durusaynu soo weydnay marna fidyaynu ka warramaynaa midna kafaaro. Luqada carabigana dadka in badan maaratay waxa laga yaabaa inay ku adkaato. Fidyada waxaa la yidhahdaa ilaahay aayadda uu qur-aanka ku yidhi wacala aladiina yudiiquunahu fafidyatu طacaamun miskiin baa layidhi. Fidyada waxaa bixiya qofka buka ee bukaankiisu uu daa'im ka yahay. Nin baa buka, waa terminal ill baa layidhahdaa, terminal ill, xanuunkiisa inuu ka bogsado lagama rajo qabo. Matalan type 1 diabetic buu qabaa oo sonkortiisii hadday dhiigga hoos u dhacdo koomu gelaya, hadday sare, hadii maxaan ku dhahdaa
maxaan ku dhadaa waa in sokortiisa la ilaaliya mar walba. Levelkii sokorta waa in la ilaaliya, hadday hoos u dhacdana kooma geliya, hadday sare u kacdana kooma geliya. Qofka noocaas oo kale maxaa lagu ilaaliya? Dawa lagu ilaaliya, iyo inuu cunto la siiyo. Ama kansar buu qabaa, ama HIV buu qabaa, yani ama wuxuu qabaa bone marrow, maxaan ku dhadaa xanuun maratay lafaha ku dhaca. Yani qofkaasi ma soomi karo xanuunkiisana, culimadu waxay yidhaahdeen mana soomi kartid xanuun aad ka bogsanaysana ma, oo rajo lagama qabo intuu bogsado inuu hadhow soonta qaldeeyo. Marka intii xaabadii ay ku ururi lahayd waxaa loo ogol yahay inuu fidiye bixiyo. Marka taa fidiya la yidhahdaa, waxaa kuula mid a qofka gaboobay ee aan soomi karin isna fidiyo bixinaya. Marka fidyada waxaa la yidhahdaa, waxaa kaloo culimada qaar ay fidyada ka bixi ay sheegeen sidan hore soo sheegnay, jumhuurku ay qabaan haddii gabadhu ay maxaan ku dhahdaa uur leedahay, ama ay ilmihii nuujinayso oo iyadu nafteeda aanay u baqan ee ilmaheeda ay u baqatay. A'imada badankood waxay qabaan, marka Abu Xaniife laga reebo iyo in badan oo ahlulxadiiska ka mid a, in ilmaha ay u baqatay daraaddii ay fidye bixinayso, raacinayso, hadhowna iyadu qalaynayso. Laakiin sida raajixa masaladaas horeynu usoo lafagurayo, ilmaha yar inay u baqato, inay nafteeda u baqato, xagga ilaalinta ilmaha yar baaba sii mudan in naftiisi, waayo iyadu nafteeda hadday u baqato shaki baa ku jira, oo iyadu waa qof xoog badan oo adag. Laakiin ilmaha yari mar walba xuquuqdiisu waxa weeye waa very fragile. Marka sida raajixa ah ee culimada ahl xadiiska iyo in badanoo Abu Xaniife iyo ay ku tegeen, maxaan ku dhahdaa waxa weeyaan, haddii ay nafteeda u baqato iyo haddii ilmaheeda u baqato, labada midna waxa weeyaan labadaba soontii way soo celinaysaa un, laakiin wax kafaara laguma leh. Marka waxa la wax fidya laguma leh. Marka fidyadu baan doonay inaan fahanno waa maxay fidyo. Fidya taas baa la dhahdaa. Waanaynu arki doonaa qofku wuxuu bixinayo iyo waxa laga rabo. Su-aasha soo socota aynu ku sheegi doonaa, kafaaradu waa maxay? Kafaaradu waxa weeye waa qof dembi galay oo dabeedna la doonayo dembigii inuu kafaara guud ka sameeyo, ilaahay dembigii inuu ka aaso. Marka toobadiisiibaa waxaa lagu xidhay inuu wax bixiyo. Oo kafaaradaas waxaa ugu muhiimsan qofba bil ramadaanin iyo naag isqaba, ama qof dumara iyo maxaan ku dhahdaa iyo ninkii qabay ayaa waxa weeyaan intay shahwadi ka xoog badatay bay isu tageen, waanay soomanayan labaduba. Waxaa laga rabaa kafaaro inay qof xoreeyaan, ayaa kafaaro guud dembigii ka gudnaaya. Hadday awoodi kari waayeen inay laba bilood oo mutataabic ah haddaanu xanuun soo dhex gelin ay soomaan, hadday awoodi kari waayeenna waa inay bixiyaan 60 miskiin. Marka fidyadan iyo oo cunto la bixinayay iyo kafaaradan oo 60 miskiin la siinayay ayaa midna kafaara la yidhahdaa, midna fidya la yidhahdaa. Marka masaladaas inaad saa u fahantaan, oo maxaa kafaara la yidhahdaa, maxaase fidya la yidhahdaa, kafaara wixii toobad saad u keento ilaahay kuu waajibiyey. Fidyadanna waxa weeye waa wax soontiiba halkeedii gelaysa oo qof buko oon weligiiba bogsanahayn, ama odaygii gaboobay ee aan rajo laga qabin inuu dib maxaan ku dhaha u xoogaysto ayaa fidyadana bixiya. Waxaa la bixinayana dib baynu ka sheegi doonaa su-aal baa maaratay ayaa maaratay su-aal kalaa ku timi. Masalada kale waxay tahay aan rabno maxaa la yidhaahdaa in aan maxaan ku dhahdaa ka warrano, waa maxay miqdaarka miskiinka la siinayo fidyada ama kafaarada? Waayo xagga cuntada laysa siinaya waa isku mid xagga miqdaarka. ilaahay qur-aanka wuxuu yidhi wa cala aladiina yudiiquunahu, cidda soontu ay dhibayso ee ama odagii gaboobaya ama qofkii xanuunka aan ka bogsanayna, fa fidyatu dacamu miskiin ay fa calayhi, guudkiisa waxa waajib ku ah inuu fidyo bixiyo oo uu quudiyo miskiin waayahay. Marka maxaa la siinaya? Imaam Albukhaari mar walba waa inaynu nusuusta, xagga nusuusta axaadiista iyo aathaarta iyo saxaabadu sabay u fahmin intaynaan faqiga soo gaarin. Imaam Albukhaari ayaa wuxuu baabaystay kitaabkiisa Bukhaariga, wuxuu yidhi wa ama sheikhu lkabiir idaa lam yudiq asiyaama, haddii uu awoodi kari waayo soomtii, faqad adcama, waa quudiyey buu yidhi Anas ibnu Malik bacdamaa kabira, markii uu weynaaday, caaman aw caamayn, intaanu geeriyoon wuxuu bixiyey kulla yowmin maalin kasta miskiinan baa wuxuu siiyey khubzan, canjeero ama jabaati, khubziga wixii la sameeyey, xataa rootiga waa la yidhahdaa, waa kow, iyo wa laxman, hilib lagu kariyey, wa afdara, yacnii miskiinkii muxuu siiyey cunto yaroo ku filan oo khubzi iyo hilib isugu jirta. Hadaa fahmu saxaaba fidyadu waxay tahay waaye. Lidalik baa culimadu waxay yidhaahdeen
ابن قدامة المقدسي iyo أئمة الشافعية منهاجك شرحت إذا واحد يكسر نقليان لفتك ابن قدامة هذا دورته. وإذا عجز عن الصوم لكبر هدي ودا وقعجس إنه صنتي وصوم كروايه هدو حنون كعجس حنون كان صوم بوكس جيس رجال قمنا وعلمده هي أفضل وسك صوم وسك أفريه وأطعم لكل يوم مسكينا مالك است مسكين بو عنت السينا يا قودنا يا مركب علماء داس علماء دا أكثر كودو أما يعني هي صحابة دا إيه سلف كأكثر كودو وحيلاتين مسكين با وقودنا يا مرتوى أن يفطر مرت وينو محمد مرت وينو مرت يسكا مرت أن يفطر وينو سكا أفرا مرت ويد إما مرت لكل يوم مسكينا بقودنا يا قول كاوحة كنت علي بن أبي طالب ابن عباس أبو هريرة أنس سعيد بن جبير أو أي مدي سلف كم إذا مرتي مفسر كوين ابن عباس وحكبرته وحجاج بن يوسف دلي طاووس بن كيسان أبو حنيفة إمام الثوري أوزاعي إمام الشافعي إمام أحمد لما ساسك تجين. أما إمام مالك وحجيلي لا يجب عليه شيء. إمام مالك وحجيلي مرض وحنون صدي أما ومرتي جبوبي وحبلغ ماله حبلغ ماله لأنه ترك صومه لعجزه عجز بوغتغيو فلم تجد فدية كما لو تركه لمرض اتصل به الموت سيدا مرض كجيري دابا لا حيرا ان وخبل لوغو يلان هين اي مدك الله اي سيدا مثلا او قبان ايام وخبل لوغو لهين امام الشافعي لبا قول بولي هيو قول مذهب وافق سن او مارتي لغا راجح سن يهي يا قولك اصحابتي سو اي قادتي او جمهورك وافق سن يهي ان لغا ربو انو محان كورا دا فدية دا بحيو قفكي مرض دائم كالها يقفكي جبوبي ان حقا منتدى التفسير كده وين جي صار النبي بخاري محب بابا يستي اثر كي انس بن مالك انه خبز يو منتدى اسكو سمي اكثر العلماء رحيليهن وحب حين يا مد طعامه صحابه يا سلف كقاربا يلي لما مد بحنيا قاربا يلي صعب بحنيا لكن قولك اوبد ان جمهور الفقهاء يا اثار صحابه اي كسو قاتين وحي كتاجين يدو مسألة خلاف كتشرو وقد اختلف أهل العلم في مقدار طعام المسكين المذكور في الآية فقد ورد عن جماعة من الصحابة وحكى صوروري عمر بن الخطاب يا عبد الله بن عمر بن الخطاب يا ابن عباس يا أبو هريرة رضي الله عنه أجمعهم عن ذلك يقدر بمد من الحنطة أي مدى فقهاء أثر كاصحابة أي قاتين إن حنطة waxaan loo yaqaanoo bahasha loo yaqaano sareenka ama galleyda waxyaabaha firileyda cuntada loo yaqaano firileyda ee isu dhiganta ee ama aheed dheh ama galley dheh ama qamadi dheh ama maxaa la yidhahdaa waxaa tirahdaa sareen dhes nooca doontaba maarata dhaho oo mudkeed ayaa maalin walba oo rabadaana dhegley ayuu ka bixinaya ama nus kilo culimadu waxay dhahdeen kilo barkiibuu noqdaa ayuu mudku noqdaa aharkaas إن أصحاب الصافة طوالين وحاوريه إمام الدارقطني بإسناد صحيح أي مرتي ابن عباس لفت جلس وحكسر رأي إنه فتوضي إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أضعف عن كل يوم مدة صدق كما لون ظلم مد بالحنية وكذلك بهق إسناد أبو هريرة وحكسر رأي مدة من حنطة لكل مسكين وكذلك عبد الرزاق مصرف كيسة عن سعيد بن المسيب وحوري مارتي شيخ كبير كأه أن أود كرين إنه صامه مالك استوحى سكفرنايا مكان كل يوم إدعام مسكين مدا من حنطة مسائل كمركز سلاسة فقه هذا هذين نصوه كوبنو أي وطيين لكن أثر كي أنس بن مالك أو صحابة ذا كمدة إيا ما أنت ظروفه إنا مركز لأيه علماء معاصرين تا إيا كوا هوري بخاري وكمدي هاي وحي قبين قفكو انتي روقة لأن ما أنت إنا قوت القالب كالب حيا وحين ده وحلو جدا وانتدي وقت جالس مدينة يا صحابة رضوان الله عليهم شام كسو بحجرت سلم كأي سمين شرين الدون كمارت شام لقى سوسار شرين يا نتمرت يا يكو جذن شرين مرك قوت القالب كان ينوم مانتوا محي وبريس وكله يا مانت هذا سمار ده بدن كده ليش كده بريس في أمتها يوغان روك له حلقة أنا بحال رام متوكي دلك أفريقيا بدن كده جلي بحلقة أنا توي ذكرك كان يا إيو وحلقة أنا جلي بحلقة أنا مارت بابا لي هذا أما مرتي بحاسو كلام عيلين مرك قلوا اللي بقوت القالب كده أي بحني يعني لكن علمت وحي كسو جب جبيان أثر كا أنس بخارينا وبابا يستي انتدي قال ليد ما انتدي قف دقل بريسة ترى هذا عن حقوق جينية
ودادينيا عند ما مركب عرفي قوي حويان سيدا أنس بن مالك عند تدي وسميي محن كده كوسار يوحي اللي عن لها سوقي دي يهيل بكيدي ودو جدي أيد قف هالمر على شو بحنسة أما هو تلك جاي أما جوري وسمه أي مدو حيله ذن وحاول بنان صدق كمال ودن كجوابي أما نكا حنون سنة يا يعني أول جيبه إنه هل صدق كمال مط هل مر صدق قف وسميه حكروا بنان إنه قيس محن كده مساكين وشن قفه ما هو البشر تيقو في نسيه دهنا لحمرات من شان قفه نسيه وحكروا بنان حال مسكين إنه صدق كعشاء وصار هوتيل أما العك تودي ولا دون قاعد متدي كابحي كابحي ما لقو بحين كرا العك ما لقو بحين كرا أي ما بدن وحيلين ها ولا لقو بحين كرا مسكين كان اللي إجي يعني سكات الفدر ده ولا سكوه استاف في ديه ده إن محن كرا ده وأهل بكيلو يبرد يجد أمورا بدن بكتشرة لأن حديث بدن أيها تعليل كده كسوة عرورتي سببت اللي وفرد يلي والصوت اللي يسوقه قبطه العج ما لقوه بحكرة مثل ما بحكرة مرك حتى العج حتى ديرته دول كيو ديرته إن أنت أنت اللي جوه جده أنت دي اللي بحيه أيه في عن وحنا اللود ده ليا لأن أحاديث تفسير كده كسوة عرورتي يفهم كيس حابة ده أيه مثلا أبو حنيفة إن العج اللي جوه بحكرة قد مدة مرتي إن يحجك تاي أما في ديدن وهلو جوه بحكرة وحديدين ملا أسل كده بل إيه أئمد وحي يدل شدان إن لقو بحين كرو رسولك صلى الله عليه وسلم حديث باكا سوغان مركي يمن ومعاد من الجبلي علي من الدالي يودري زكدا إن محنكو رادا شيء يدو قفكي لقولي يهي عنتو إن رسولك مريا وصوق عادي صحابة رضوان الله عليه أما يدو بعدي لقولي يهي إن محنكو رادا عنت الله صوق عادي حديث باكا سوغان حديث باكا سوغان مركي واحد لدي هدي زكدي فرالك هيدي وينيد با لقى بدل قاطي أو يعني نوع الزكاة لقى قاضي محمد هذا قار ذهب لقى قاضي ده انت لقى ربو قار انت لقى ربينا مريا لقى قاضي او ولي با تعليلي او الا دو اي كتمي اني مركا تاسي او ديفرونيد اي مارت اي او ديفرونيد مارت مركا وي بنانت هاي ان قف كان لبد بلود زك لو يشاي كفاره دا اما فديده صدق معلومات لو يشاي انو لاق من شن باوند مثلا يو كي وكله وحاجة يبقى شن باوند إنه قف كمانتي وحكو عنه ساكت لي مكان نقصان في طوانا كمانتي يو كمان شجع وشن باوند أيا قف كمارت عنده وتركه مركز شن باوند وبقول يكون تم باوند بقول يكون تكاب باوند أنت مساكين تي سيسو أما هل كانت شجعان أما مال كلا أوعد استراحة دو مارتي واللوجا سي بهي بدن يهي مسكين كواك بختي أنا يعني متشرو مركز وحوي تاس بالغ يا بقى إني ودي في بدته مر والبنا شرق يجو وحو كحرا مناتك وحلو حرا منفعه لأن شرعته حيتمادا وحويان شرعته حيوتي مادا إن منفعتنا اللي وينيو ما در هذا الله يريو مرك قفكو إنه الظاهري مرك قاركون نقضه أو وحير مارتي وحيسي أي كجب حانو إلى هذا أنا وهل كانوا ملا يوريا يسقوا منفعة وين مارتي أرنتي وكل لينكرو وحويان مارتي وح لقى في عين لذلك شرعته منات كذا إيو وحلو حرا وحويان مر والبا إن لوينيو منفعته ما در هذا الله يريو إن مس زكوين ك لقب بدل قادين شري محاو دليله إمام البخاري وأبو باب يستيسو ها وإمام البخاري وحولي كتاب سيح سيحولي فقال وحولي باب العرض في زكاتي وذكر أمارة أثر المعاد معاد من الجبل أثر كي محنكو هذا أيو باب يستي أو البخاري وحولي مثلا ودلي شدي يدل على قوة المرأة خبر عنده كما قال حافظ بن حجر أو خبر كاسمحوها خبر كاسمحوها معاد بن الجبل لقوري وحوها قال معاد باليمن وحيري مركي رسولك ومعاد شو اليمن ايتوني بعرض ثياب مرت اخذه منكم مكان الضرة وحيك انت نبولي معاد بن الجبل وحكولي ان منك ريمن وروح ايك انت مريا لك عليا عروض تجارة عروضية بعرض ثياب اخذه منكم مكان الضرة هلك حرود أما مارتي بالكم لو قانم الزجدة أي كان لهني وشعير سريان أو كلا أي كان لهن فإنه أهون عليكم تاسع إذن كيدين فضد وخير للمهاجرين بالمدينة مهاجرين تين مدينة شوكتينا تاسع أو خير بدن مرك أثر كان معاد أيو كان حكم كسنا حكم رفعي بو يلا يا صحابته كم يديرين شرين فتوى إلا أي كفى هنسيهين رسولك صلى الله عليه وسلم إذن كيسي يوحلم إذن مو يعني
حديث كاس رواه يحيى ابن آدم في كتاب الخراج بكوري بخارينا مسألة ده هو بابيستي مركا إن في دي اللي بحيو لعق سيدة الزكاة بقى محنكر هذا مارتي يدو قفكي انت اللي قولي هي اللي بحي مارتي مريو او كل اللي بحي مارتي او مارتي لو دور قاتي يدو منفعه اللي ايجيو منفعه واللي ايجي كرا واللي ايجي كرا مركا اخيرا وحالي هي وحابنان في دي ان لا بحيو ينا اول رمضان صدن كما الموت بين هل مرسي قد انتهى يا بنان اما ان اخر كذا كبحسو اما هدي انا مركا حول هاي سن رمضان تيو اسكا بحضي بقى ان بحسو ايا كو بنان ايا كو بنان وحي كو حرانتي كل بقى اود قف كان في دي اللي يقول يوا ديني مارتي وانو دينتي اسكا بحين كرا لكن وحا في عن هدا تيليسو رمضان تيو دي هيدي ان بحسو ايا في عن ان بحسو كورن قفكا ان اساقو ناسي اح انتدي اسكا عنا حكم كيسو محنغني يا قفا اساقو اني سوغين بو انتدي اسكا عنا واي صون تاسي اما فرل هنغط اما كفاره فرل هنغط اما رمضان هنغط مثلا سي هوري نوغا سو ورني الهي قرانك و خري ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم مردان عمدا ارنتها انا دو سمينين وحلاله وح دباته او صون تادي سو غاريسا ما جيرتو مركات حسوتو اما لو حسوسيو وا اسك دينيسا وحي افكا كو جيرنا وا توفيسا صون تادي نسي سي كو جيرتا رسولكنا و خيري رفع عن امتي الخطا والنسيان ومستغفر عليه ومن ديده وحا لغا كوريالاي وحي قف إلو يوحي لغو قصبه إمام الدوراني دار قلني يا حاكم يا غير كود بعدنا حديث كاسوريي بخاري مسلم الرسول هو حي كسر سارين حديث ساحة من نسي وهو صائم نينك إلا وإسق صوما وفأكل عنا أو شرب عبه أما أنت بس تدلم يوحى رتي ذوق قوتك تي ولبا أيام وهر سود على هوا أنا ممكن ويجا وهر أنت على قب سنيو حركة سانيو عذين يبي على جسك عبي مركة قاركود أنا عررتي أنت عاني رو قوشيس بالكلين اللي دميون أسكا كبضي دوما كنا دوين نيسي حق جيران بو مارتي وش قداس ويكون حق جيران أياما هرا أردن قفكو ويكون عضا مركة وحلالة وحصان تادي اللي باتو كين سما داما أد اللو سنتهي أنا مارتي أقا أنا دو قسبين وحد باتا رسول كحر من نسي وهو صائم نين كيس الله ويساق الصومان وفأكل أو شرب عبه أما عنا فليتم صوم وصوم كيسي حرم يسترو فإنما أدعمه الله وسقاه إلهي بقى أما قوديي أما شراب كيسي حزك أنا سيحيه كيالة سيحين كأي كيالة رواية كلا أوفر بضن بقى أو أي حديث كلي هاي أو كان ينكسو كوبي كارين وحا حديث كم ده حديث عن أم الحكيم بنت دينار أيا وحي كوري سي إسلام موليه دي أو مسحاق لونش رضي الله عنها أيا وحي لتش وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ده بنا الرسول كوح الله كياني يدو إسلام تاسي لتش وقته فأوتي رسول كوح الله كياني بقساعة من ثريد حيرو أما بليت أي كب حدو هيلب كلا يقان نص قارك نوع سقارك هو هيلب كوجو أنا معان ها ثريد بالله هذا وياه رسول كمركا ولا عنتي سلانتي مركا نين دول يدين اللي راي رسول كي قف كيدو مر هاي أيام يشد شوجة فأكلت معه ما يسيبه وحلا عنتي ودي وحبال لقسي الله جوكرة ومعه دول يدين وح رسول كمركا لا شوجة إسنا رسول دين الخربة اللي نشل وصحابي فنا الله رسول صلى الله عليه وسلم إرقن رسول كي وحودي بيا عد بودي بي. سلانتي يدو مركب حردي وحكسي انتي بهدنا عد وصل صاري حردي وياه فقال وحودي يوم إسحاق أصيبي من هذا كنا قدر هيل بكنا عن فذكرت وحي حصصت مركب هيل بكيس سريق هذا يدو أول هيل انتي دينا انتي وحكا انتي مارتي إني صومني مركب سواحي تري وحان هابتري رسول كلاه وميت صومن وفرد مرتي ده نجع أنت دي بيع العلسي ودي بيه هرب طونم يعني يعني رسول كي هلب كي قادته اللي هرب يعني يعني صومنيت بيقول هي الحصته أنت دينا برد أنت فقال النبي نبي قال الله يا رسول الله ما لك حد هلب كي قادم ودي مركز أنت إيه قال واحد تري كنت صائمة فنسيت وان صومنا أي وان سلاوي فقال ذو اليدين إنك رسول خرب دول يدين بقى وحودي هل انا بعد ما شبعت مرك دي ما كنت كتب لي هذا ما حن هذا مات وصمنا فقال لي بقى وجه حرس اتمي صمك صبر صدق الله اليك تذكر لك الودي الله يبقى قدي صوت هذه وحي ميسي اللي ما عمدين هل كان كوتش صوت هذهنا ويكوتشرتها حديث انا امام احمديه دبراني ايوي
مسألة صدح هذا مركب الحديث كنا نقول ليش أنا محيه مسألة نقول ليش أنا واحد هاي قف هذا ركتي سقى صوما أو حناية قف هذا ركتي سقى صوما أو حناية مرة ورا أنت سكدي صوما مسألة كم سنة ولما دوح إلى هذين وحراجحة إن لا ورا أنت سكده حديث كان بالود اللي شذي ورسولك صلى الله عليه وسلم مركي أيوة عداتي قف كان دوباري إني صومني مركي أيوة عداتي وحو أمري إني صونتي سي هاي ستو أنت دنا تشوتشيسو مركي سر رسولك صلى الله عليه وسلم وقف كان دوباري وناجي وأمري اللي قف يعني أنت مالين حان رمضان عنيا أما هي سو سلاداس هداد أركتو قف أنت دنا عنيا وين برارتسته رسول كوحوري من رأى منكم منكرا منك منكر أركا إلا هو منكر فلا يبيد كأنسة منكر فإن لا يصدح دوي بسانه عرب كيس فإن لم يصدح بخبه غير كان عوذاك هذا أيمان المنكر إن السكتو علوه حلالي مبنى نساسا الراجحة لأن أي مدى قار باله قف كان تكليف لما سارين إلهي بأن التكليف تلك كرك قاضي أدوك التكليف سارين ليس كده لكن سار راجحة وحيتاي مردو قف كسو جيدو أو وح سماني أنا أي وح خلدن تهاي شرع أنا كو خلدن وأنا الحسوس سايو باب كاس جودة أنا مر بالعنف ونهيم على المنكر أي مسألة سجل يساء ودو شيء كرتا مسألة ذا كلا محن كل هذا عندون إن هم كتشون واحد تاي قف كي مشقة هستي ليس واحد قوم أي قف وسومي كرا مشقة إنتلك تلو حنون صنايع حنون انتلك با قفكو كسومي كرا حنون ك ميد انتلك بانا انا لقى سومي كريم وايه قف با شقا ادق 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 بك شقيا او انو اسلي هي شقا دي دباتي كو جيسن كرتا سون تيم افر كرايو حنون كيو كلا يا سفر كي شقا دا ادق مل هليشين كرا اولا الى هي قرانك و خو كيدي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج إلهي مدونا يو إنه واحد باتا إيدين جيستو واحد باتا على سن سارو ولكن يريد له حدونا ليطهركم إنه يطهره وليتم نعمته عليكم إنه وين كيس إنه إيدين تاميرو لعلكم تشكرون مر والب إلهي حقا حريص أيو ترى دتك عبادة الجوا تبي إن يجي سلمان ولي باتلوج سارو وصوت السفر كي حنون كي وحاصردن وحاصردن ماركتي محن كل هذا مارتي لينو رخصين كل نسي إلى هي القرآن كهيت كله حوري وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى هي الدين تك وح لبعتاء إذن كميل ملة أبيكم إبراهيم والدين تي أبيهن إيه فضيد مركل إلى هي القرآن كله سورة البقرة يريد الله بكم اليسر إلى هي فضيد بن الأربعة ولا يريد بكم العسر وليس إن الأمر هو مركل رسول حوري حديث قارس كوسكان إن الدين يسر الدين توي فضيد ولن يشاد الدين احد ولن يشاد دين احد وقف دين تسكم ادكيو الا قلبه دين توي قالم نقطه فسددوا توسناده وقاربوا ددواده وبشروا بشاريسته او يعني مارت الدين تهيسكو ادكينينا هيسكو ادكينينا مركله حديث كي معاد من جوليه ابي موسى الاشعري رسول كو حكوي لمركو دراي يسرا فوديه ولا تعسرا دينتها ادكينينا او حكو ادكينينا ددك وبشر بشاريه او ولا تنفر ذلك حقها كإرينا سيد بخاري أي صوص عارين رسول كوي حوري إن الله مارتي لم يبعثي مارتي معنتا إلهي إما صوص عارين أن مد عنانتا نقضوه متعنتا ماذا حدك ودين تسكوات كي ولكن بعثني مارتي مارتي معلما ميسرة وحي صوص عارين أن نقضوه من معلنا أو ذلك الدين توفضي إمام مسلم بحديثك وريي مركا مشاقة الله بالله قيمنا إياه مشقده اما حنون هنقطو اما سفرك هنقطو اما هنقطو قفكي او يسيري نفتيسي وبقدي نفتيسي وبقدي يسيري مارتي سونتن هداد مانتا سي هيساتو الى ادبا كلان كرتا باتا كسو غاري كرتا يعني غاجدو مركه قاركود يي مشقدو وحي غاري كرتا ميد كدرن حنونك وقف يسرهدو كوماد جلسة اما قفكي وسوخبا مركه مشقداس مشقة هذا عام كأكوت ماذا أما حنون بكوت ماذا لا بع الله قيمنيا مشقة قف وأودي كرو أنا مكقف كستوي نجى نجى من دوس صامني وهرادني هاي
gaajo dareemaya, mashaqo dareemaya. Mashaqadaas waa mashaqo muxtamil ah oo qofku uu xambaari karo. Waa kow, xanuunkii waxoogaa madaxaa ku xanuunay, gaajada lafteed madaxa xanuunku keenta sumug. Marka oran mees waan xanuunsanaya, qof kasta oo gaajooda madaxa xanuuna. Okay, far yar baa ku xanuuntay, adoo afartii samaynaya baad mididi isku kartay, ogaadhiigaa kaa yimi haddii la riso. Yani waxyaabaha noocaasa ee iska fudud, kubadda ciyaarto maaratay, kubaddii baa isku jaajeen, waxoogaa adinkii maaratay far baa ku marku catay, ogaadhiig baa kaa yimi, waxaas oo dhan yani waa wax iska fudud. Soontaadii u burin maysid, soontiina waxa weeyaan takliifteedii waad xambaaraysaa. Takhfiif baana ku sugan, sida uu ku keenay qawaaciddiisa Cizuddin ibn Cabdisalaam fi qawaacid alaxkaam. Mashaqada marka iyadu mashaqadii caadiga ahayd ka sarraysa ee kayru mucud ee aan la caadaysan, matala mashaqada safarka oo kale u dhiganta. Qof baa safrayo maaratay wuxuu soconaya 50 kilomitr, 60 kilomitr, waa raadaya, dhihaysha ku caaya, cunto ma haysto, qof wax weyn maaratay wiik buu noqonayaa, deg dhabarka iyo caloosha isku dhacaysa, mashaqadii safarka. Marka mashaqada day tahay mashaqo kayru mucutaada oo caadada ka baxsan, sidaynu naqaano caadadii ka baxsan. Caadadii ka baxsan mashaqada noocaasa, maxaan ku dhaha, qofkii dhib ku keenaysa ee safarkii oo kale iyo wax lamida u dhiganta, maaratay xanuunkii oo kale, xanuun ah mashaqa kugu keenaya, xanuunku waa inuu meeshii bogsanaysay ayuu bogsigeedii dib u dhigaya, ama dhibaataa buu u geysanaya. Meeshii hadday bogsan lahayd, bogsigiibuu ayuu dib u dhigaya. Lama ogola, waa ina dawadii iska qaataa, cuntadiina qaataa, ama meeshii baaba dhibaatii gaadhaysa, khayr Allah kusii hay soo wicin. Leanna suurtagal maaha inaan khadka ku jiro oo dadkii darsigii siiyo iyo adiga koolkaaga inaan kaa qabto, suurtagal moodaha. Marka insha allah qofkii raba inuu su-aal dheeraaday weydiiyo, facebookiga wuu iga soo wici karaa, laakiin waa goorma? Markaan darsiga dhameeyo insha allah. Jazakallahu khayr. Qof ilaa 5 jeer soo wacayo su-aal doonayo inuu weydiiyo. Marka adiga su-aashaadii kama jawaabi karo iyadoo ay laynka ku jiraan intaasoo qof, khayr allah kusiiyo. Marka masaladaas waxay tahay, haddii mashaqada ku haysaa aadna tahay mashaqa naftaadii aad u baqayso, ama xanuun kaa maxaan ku dhahdaa keenaya inaanay meeshii hore u bogsan, ama meeshii bogsan lahayd iyo xanuunkiiba dhibaato usii geysan kara, dalan waad qufacaysaa, hargab xun baad qabtaa, oo fareen baad ka baqaysaa inuu kugu sii noqdo. Oo haddii aad maanta gaajada soontii aad sii soonto, waxaad og tahay hargabkaasi inuu oof wareen aad la dhacayso maalintaas. Waxa weeyaan si aanu oof wareen iyo khatar aanad u gelin, soontii waad iska afureysaa, hargabkii caloosha socodsii, maaratay maxaan ku dhahdaa xanuunkii marku ka dhamaado waad qadaynaysaa. Marka xanuunka, marka labadaasa, labadii mashaqo ayaa loo qaybiyaa. Ilahay qur-aanka wuxuu, man yataqi illaha yaj'al lahu makhraja, maaratay wayarzuqhu min xaytsu laa yaxtasib, waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbu, ina allaha baaliqu amri qad jacala lahu likulli shayin qadraa. Marka shay walba qadarkiisa. Waxa weeyaan maaratay istafti nafsak, adigu naftaada weydii, dac maa yuribik ilaa maa laa yuribik, wixii ku shaki geliya soontaada hayso. Oo mashaqadani hadday tahay mashaqaa is leedahay dhibaato kuma jirto, soontaada hayso. Haddaad is leedahay waa mashaqo dhibtaadii naftaadii dhibaato iyo xanuun iyo hawl soo gaarsiin kartana, waxa weeyaan iska daa. Marka maradkiyani marad fudud oo aan soontii maaratay loo furaynin, oo waxaa iska yara fududa, iyo marad ku dhahdaa la doonayo inaad maarat naftaadii aanad dhibaato u geysan. Marka maanta idanka Ilaahay inahaas baynu kusoo gebagabayneynaa, oo maxaan ku dhahdaa maaratay aynu yani darsigeena kusoo dhamaystirana insha allah, sidiisi baynu u wadi. Qofkii rabaa maaratay halkan su-aasha maansan jirka uga soo weydiin karaa, kii rabaana wuu soo wici karaa. Halkaa maanta inoogu joogto wallahu aclam. Ilaahay muraadadiina ha idiin sahlo, anana muraadkayga ha noo sahlo. Wixii shar laba Ilaahay sharkooda ha inaga badbaadi. Bisha ramadaanna Ilaahay maaratay camal suuban Ilaahay ha inoogu dhammaystiro. Bacda ramadaanna Ilaahay inama fidneeyo. Ilaahay sida aynu maanta khayrka isugu kaashanayno, ilaahay jannada iyo maaragtay wanaag ha inoogu kulmiyo meel kasta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jazaakum allahu khayr.